مساكم فلالين، متعودين ملاك للذهب بكل مناسبة يكون موجود معانا بعروضه القوية يوم التأسيس، فأكيد في شيء راح يكون خيالي. خلينا نشوفه سوا. قولوا يا جماعة، الذهب زينة وخزينة، ولا يفوتكم عرض يوم التأسيس. الذهب المشغول راح يكون بملاك بسعر التكلفة. هذا العرض راح يبدأ من اليوم إلين يوم السبت 25 فبراير. ما شاء الله تبارك الله والفخامة، فروع ملاك للذهب كلها فروع فخمة، وهذا من أجمل فروعهم اللي موجود بالقطيف سيتي مول. بالإضافة طبعا عندهم هذا القسم، قسم الفضيات والسبائك. ما شاء الله تبارك الله والفخامة يا ملاك. وأنا مثل ما قلت لكم يا جماعة، فرصة شراء الذهب بسعر التكلفة. الله والفخامة، يعطيك العافية أخوي محمد. الله يسلمك. أنا أبغى أشوف كيف تطلع الأسعار لما نقول ذهب بسعر التكلفة. يعني مثل الطقم هذا الآن، شو اسمه ذا الطقم؟ العروسة؟ طقم العروسة. أوكي، ما شاء الله تبارك الله والفخامة يا جماعة. كم سعره هذا؟ هذا سعره كابل 19,290. حلو. سعره بعد مع التخفيض 16,330. ما شاء الله تبارك الله، شايفين الفرق يا جماعة؟ وقيسوا على ذلك باقي الذهب. ما شاء الله تبارك الله والفخامة يا ملاك. وأنا مثل ما قلت لكم يا جماعة، فرصة شراء الذهب بسعر التكلفة. الله والفخامة، يعطيك العافية أخوي محمد. الله يسلمك. أنا أبغى أشوف كيف تطلع الأسعار لما نقول ذهب بسعر التكلفة. يعني مثل الطقم هذا الآن، شو اسمه ذا الطقم؟ العروسة؟ طقم العروسة. أوكي، ما شاء الله تبارك الله والفخامة يا جماعة. كم سعره هذا؟ هذا سعره كابل 19,290. حلو. سعره بعد مع التخفيض 16,330. ما شاء الله تبارك الله، شايفين الفرق يا جماعة؟ وقيسوا على ذلك باقي الذهب. ما شاء الله تبارك الله، مرة مرة لفت انتباهي هذا. هذا البرقع ها؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. سعر التكلفة، كم سعره قبل وبعد؟ 5,470 قبل، مع العرض 4,413. والله يا جماعة فرصة شراء، مثل ما قلت لكم الذهب زينة وخزينة. عندنا ملاك، أي شيء تشترونه من ذهب خلال فترة العرض الآن راح تأخذون وردة الذهب هذه ب40 ريال فقط. مو شرط تأخذ طقم كده، يعني لو أخذت فقط الحلق هذا تأخذ هذه ب40 ريال وردة مطلية ذهب. الموقع هذا غني عن التعريف، هذا إصدار خاص في ملاك، عطر فخم جدا جدا جدا. أنا أقول هذا العطر عطر عرسان، عطر مناسبات، يعني أي واحد جربه بصراحة أثنى عليه. سعره 365 وعليه 50% ب182. والآن العرض، أي شيء تشترونه من ملاك فترة العرض راح تاخذوه ب145 ريال بس. يعني لو اخذت خاتم من هالخواتم الحلوه او الدبل الجميله هذه وحلق اي شيء ب145 ريال تاخذونه. صورت لكم شيء ثقيل، الحين صور لكم اشياء كذا خفيفه وناعمه. هذه انصاف الاطقم، شوفوها كيف من قرب. طبعا الحلو بملاك الموديلات حقه، تلاقون عند الايطالي وتلاقون عند التركي وتلاقون عند المحلي. شوفوا الفخامة والنعومة يا جماعة، إبداع من جد يا جماعة، إبداع. البحريني تلقون عنده خيارات ما شاء الله، الإماراتي. رأيكم في الأشياء الناعمة هذه؟ طبعا هذه كلها موديلات حديثة وعصرية ها، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الفخامة، هذه كلها بيوسف انصاف أطقم صح؟ أي نص طقم. حلو ما شاء الله تبارك الله. شوف لي هذا الآن سعر التكلفة كم يطلع مثل هذا؟ هذا قبل التكلفة سعره 3,175. أوكي. سعر العرض 2,560 ريال. متخيلين يا جماعة نسبة الخصم؟ متخيلينها الآن سعر التكلفة؟ رهيب. هذه الشبكات صورها لكم من قرب، شوفوا كيف النعومة والفخامة، من جد يعني ملاك إبداع. مرة حلو هذا. نفس الشيء بسعر التكلفة. بصراحة أنا أقول لكم العرض هذا لا تفوتونه. الله والفخامة، شوفوا كيف التفاصيل الجميلة، شوفوا النعومة، كلها موديلات جميلة وعصرية. هذا مرة حلو. أبو يوسف حبيبي احسب لي هذا سعره قبل كم وحاليا كم. شوفوا الفخامة،
هذا سعره قبل 14,285. أوكي. وسعر العرض. العرض 11,621 ريال. ما شاء الله تبارك الله. قسم سبائك الذهب طبعاً عندهم من الجرامات الصغيرة إلين الأشياء الكبيرة. طبعاً سبائك الذهب هنا تحفظ فلوسك، عليهم عروض، راح يكون في عرض خصم 2.2 لما تسدد عبر التحويل البنكي. هذه سبائك الفضة طبعاً أوزان متعددة. المفاجأة أنه راح يكون عليهم كم؟ 30% ما شاء الله. هذه كبكات الفضة. شباب اللي يبغى يكشخ عندكم هنا أشكال جميلة جدا من الفضيات كبكات الفضة، نفس الشيء راح يكون عليها خصم 30%. وعندكم هنا بعض الشغلات كذا الفضة أيضا راح يكون عليها 30%. الدبل راح يشملها العرض؟ يشملها ما شاء الله تبارك الله. شباب الدبل 30% عند ملاك، لا يفوتكم العرض هذا يا ملاك. إيش الدلع، إيش الحركات. طبعا والله أنا أشوف أن باقة الذهب المطلية بالذهب أجمل من باقة الورد، يعني الورد بيدبل لكن الذهب المطلي هذا لا يدوم. طبعا راح يكون عندهم مجموعة مختلفة من الباقات، أحجام متعددة، يعني عندهم هذا الحجم، عندكم هذه الوردة لوحدها. راح أحط لكم الآن بوست بعد فيه وعليها خصم. استمتعتم معنا بالتغطية؟ طبعا المتجر الإلكتروني راح يكون عليه خصم 15%. بحط لكم الآن كود الخصم ولا يفوتكم العرض قوي حق يوم التأسيس. إبداع يا ملاك. حبون الألماس ما نسوكم، المجموعة هذه في مجموعة مميزة راح يكون عليها كم؟ 60%.